تسأل أيضا يا فضيلة الشيخ عما يقال بعد قراءة قول الله تعالى في سورة التين: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وجملة: وأنا على ذلك من الشاهدين. فهل أثر بهذا شيء في دون أفادة؟ نعم، ورد في هذا أنه إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين من آخر سورة التين أنه يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أهل العلم تكلموا في إسناده. نعم، بارك الله فيكم.